انا اولا لازم اعمل حاجه اسمها تصميم الابتسامه. تصميم الابتسامه ده بيجي للعيان، بناخد له فوتوز وفيديوز ونخليه يتكلم، بشوف وشه وبعمل ده بما يتناسق مع اللايننج بتاعه الوجه يعني كله. يعني بتصوريه وبتعمليه فيديو بتشوفيه بقى من كل اي كل الجوانب 3D. يعني كمان احنا في تصوير دلوقتي بقى 3D على الجهاز ده، اعرف احط السنان على وشه واشوفها وخليه حرك وشه. لا ما تقوليش، يعني انا دلوقتي لو انا جيت عندك وصورتيني وعملتها لي هشوف شكلي هيبقى عامل ازاي؟ اشوف شكلك يبقى عامل ازاي، ممكن اعمل موك اب بالمسافات كمان بكل حاجه، بكل صراحه بكل يعني حاجة. يعني اشوف لو ان انا هل هيبقى بارز لو ولا لا. عايزاني اوريكي موك اب او بروفا عمليه في بقك مش على السوفت وير نقدر نعملها. لا انا هروح مره يا جماعه عند الدكتور ونجرب ده ونعمله تقرير على فكره. مفيش اي مشكله وهتبقى حلوه، ولو هم بعتوا لي قالوا لي حلو. انت كده كده عايز تعملي جديد كده كده، هنعمل موك اب. بس انت عارفه الدكتور يعني بامانه الامانه جميله جدا، يعني انت عارفه تقولي لي اصل انت سنانك حلوه. طبعا. وفي نفس الوقت ممكن انت عايز ترضيني وتعملي ممكن تعملي مثلا حاجه زي التبييض. يعني ممكن يجي لي سنان حلوه جدا، مرصوصه حلو. ما دي الامانه بقى، رصتها حلوه جدا. لون السنان مش غامق قوي، بس ممكن يتعمل له شويه تبييض ويبقى كويس جدا ويدي شكل اللي انا عايزاه. فليه هعمل ادخل حاجه صناعيه وانا بالنسبه لي ممكن احط حاجه او اعمل حاجه اوريدي زي التبييض او وات ايفر تديني شكل حلو. بنعملها في الحالات الرخمه. يعني مثلا هنا عندها سبيسنج تمام بين سنانها، وهي شكل سنانها الفورم نفسه. نفرق اختلاف تام يا جماعه، نفرق ما بين ان انا اسناني شكلها والفورم والابعاد بتاعتها عجباني او مش عجباني اصلا. فالهاريد سمايل هنا بنغير الفورم كله بتاع السنان، مش بس بنقفل المسافات. ودي على فكره اتعملت اندر ذا مايكروسكوب، لان احنا عندنا مايكروسكوب. دي مش بس شكل يا دكتور، بتضايق كمان كل ما الواحد ياكل. بيعرفش ياكل لازم كويس، لازم يقعد نص ساعه بعد الاكل ينظف في سنانه. وما بيعرفش كمان يتكلم، بيبقى فيه عنده يعني أيوة. الحروف البرونونس بتاعتها مش طالعه بشكل مظبوط. طبعا صح طبعا. فده خليني اتكلم في نقطه برضو، احنا كمان عاملينها عاملين الحاله دي. دي حاله برضو قبل وبعد، طبعا كان في تسوسات. بقى عايز اقول لك ان الحاله دي كانت عامله تقويم اصلا الاول يا ماري. تقويم وبعدين في الاخر الحاله اتحولت برضو لهاليد سمايل. ليه بقى؟ لان اللي عمل تقويم في الاول اولا ما ادهاش الريزلت اللي هي عايزاها، ثانيا هي ما اهتمتش بنظافه اسنانها، وبرده التقويم اللي كان محطوط ما كانش الكواليتي بتاعته كويس قوي، سببت لها كل المشاكل اللي انت شايفاها بالتسوسات دي. فاضطرت ان هي لازم تداري كل المشاكل دي، ان هي تعمل بقى حاجه يعني دايمه اكتر، عشان الحشوات دي كانت بتعملها والوانها بتتغير وكلام من ده. فبدات تعمل هاليد سمايل. والهاليد سمايل في ناس كتير قوي بتروح لدكاتره برده ده قبل وبعد، يقوم جاي عامل ايه بقى؟ ياخد السنان عامل لها عصب وعامل لها طرابيش كامله. طب ليه كده؟ ما هو عشان رايح دماغه. يا خبر. يعني ليه الازمه؟ إيه؟ ما انا دروسي وسناني حلوه، انا عايزه بس منظر خارجي إيه؟ حلو وشيك وخلاص. من ايه بقى الدكتور؟ من ان المريض يرجع له تاني يقول له اصل انا حاسس بحساسيه. اصل انا عندي مشكله ان الفينريه دي اكلت عليها حاجه مثلا فاتكسرت. طب ما هو ده عيب ماتيريال بقى عند الدكتور. بالظبط. في معايير معينه. المعايير بالظبط كده، المعايير دي لازم احطها بشكل مظبوط. احنا لما بنيجي نعمل بورد في السنين او في الهاليد سمايل زي الحاله اللي كانت موجوده قبل اللي احنا شفناها دلوقتي دي، انا عاملاها اندر ذا مايكروسكوب. يعني انا عندي مايكروسكوب بيكبر اكتر من 25 مره، فببقى شايفه الحاجه صغيره جدا، حاجه كبيره قوي. فبقدر ان انا لما اجي اعمل تخشين او اجي اعمل لاين او اجي اعمل تحضير، انا شايفه كل حاجه ان فاين فاين ديتيلز. كل حاجه. انا فعلا مره كنت عندي لما اجي احط وانت قاعده على الجهاز ده عماله اكبر، انت قعدتي مدالي يجي ساعه بس في حاجه صغيره كده. بجد انت دقيقه بطريقه اللي هو انا اصلا زهقت بكل صراحه. سلام عليكم انا ماشيه. يعني لدرجه ان فعلا الناس فعلا بتبقى مبسوطه لما تعمل عندك الهوليوود سمايل، عشان ما بتبقاش خلاص يعني عارفه شكلها عامل ازاي. عندي حالات لما استخدمت بيها الميكروسكوب لا فرق كتير جدا على حالات تانية اوريدي ما كانش مستخدم فيها لوب او مايكروسكوب او حاجات زي كده. فرق كتير جدا. كلميني على الصوره دي حقيقيه دي ولا ده حقيقه؟ يعني احنا هنروح نسال على الراجل. مش ممكن. ايه الجمال ده؟ يعني الالوان بقى قولي لي الالوان دي. بصي اللون براحتي، اللون ولا ده إيه بقى؟ على حسب ان المريض هو اللي بيختار. على فكره عايز اقول لك على حاجه، شايفه الحاله دي من اكتر الحالات اللي تقريبا ما لمستهاش ببرد. بجد. وبعدين انا ما كنتش، انا كنت معترضه ومعارضه المريض، قلت له هيبقى فيه شويه بروز.
يعني قلت لها يبقى في شويه بروز وهي كده. انا انت شايفه ان انت ساتسفايد بالنسبه لها. انا مش شايفه لا بس انا بس هي ما اتلمستش. انا لو جيت اعملي لي اللون ده ما اتلمستش. حلوه قوي. انا بس عايزه اعلق على نقطه مهمه جدا لاي حد بيشاهدنا، ان بجد الاسنان مش انا بجملها عشان شكل الاسنان، انا ممكن يكون شكلي مش الجمال اللي انا عايزاه، والسنان فعلا بتدي على وشي كله جمال. بصي الفرق هنا بقى بين الفينير واللومينير. اللومينير اتعملت بدون برد، الفينير اتعملت بتخشين، فاصبحت اتس لايك ذا ناتشرال تيس او الطبيعي. سيبك من اللون، اللون ممكن نحطه في اي حاجه اوكي صح. لكن انا بتكلم على التكستشر، على الملمس، على السطح. هنا حاجه وهنا حاجه. وده عشان اكون يعني صادقه جدا، في بعض الحالات اللي انا عملتها حاجات كانت معموله بالكات كام وحاجات مش معموله بالكات كام. الناتشرال ابييرنس دي ما بنعرفش نجيبها غير بالكات كام، يعني بيكون صعب شويه ان احنا نجيبها بالحاجات العاديه. ادق اكتر، ادق، وبلعب في الديزاين زي ما انا عايزه.